وللحديث عن أوضاع أهالي نينوى والانتقادات لحكومة السودان لتجاهله ملف النازحين في المحافظة وسط انتهاكات مستمرة، معنا من صلاح الدين المحامي والناشط الحقوقي السيد مصعب الناصري. سيد مصعب، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى أتت زيارة السودان مخيبة للآمال لأهالي الموصل؟ بداية شكرا شكرا وسهلا لكم على شكرا جزيلا على هذه الدعوة. بداية زيارة السيد السوداني إلى محافظة نينوى لم تأتي بثمارها التي كنا ننتظر هذه الزيارة على ونترقبها كمراقبين للشأن السياسي على مستوى العراق. حقيقة محافظة نينوى تعاني ما تعاني من أزمات متراكمة، وتعاني ما تعاني من ملفات معلقة، منها ملفات الخدمات، منها ملفات الاختفاء القسري، منها ملفات النازحين، منها ملفات العديد من الملفات، وأولها وعلى رأسها ملف سنجار، وهو الأهم الذي يشكل انعطاف كبير في تاريخ الدولة العراقية وتاريخ الدولة الحديثة. حقيقة لم تأتي هذه الزيارة بنتائج، ولم تأتي بجديد أطلاقا، لكن هي مجرد زيارة شخصية. انتقل السيد المحافظ والتقى مع شخصيات ممثلين عن شباب نينوى، والتقى بشخصيات سياسيه ايضا، والتقى مع سيد مصعب. نعم. يعني هناك وعود حكوميه كثيره باعاده اعمار نينوى، ولكن البعض من اهالي نينوى يقول هناك سياسه عقاب ممنهجه ضد اهالي الموصل، لا يوجد اعمار، لا يكون هناك اي ايفاء بالوعود بالاعمار. هل هي فعلا يعني سياسة عقوبة وعقاب جماعي لأهالي نينوى؟ حقيقة من منظور الدولة اتجاه الأفراد والمواطنين أنه لا وجود للعقاب الجماعي اتجاه هؤلاء الأشخاص، وهي بالتحديد إذا ارتكبها من قام بهذا الفعل أو ارتكب المسؤول هذا الفعل فهي جريمة بحد ذاتها. لكن حقيقة مستوى الاعمار في نينوى قياسا بباقي المحافظات في وسط وجنوب العراق او المناطق القريبه من محافظه نينوى هو جيد قياسا بالاخرين، لكن هل هذا يرتقي الى مستوى طموح اهالي نينوى؟ على الاطلاق طموح اهالي نينوى هو اكبر واسمى من هذه النقاط المهمه. حقيقه اليوم ما يحاول تحجيم دور الاهالي او تحجيم دور سكان الموصل، هناك إرادة سياسية، الصراع في نينوى صراع سياسي بحت. حقيقة نينوى مختلفة بالألوان، مختلفة بالأطياف، مختلفة في المذاهب، هناك صراع طبقي نوعا ما ممكن أن نسميه أو نطلق عليه لفظ طبقية، ولكن أستاذ مصعب يعني متباين بسبب الوعود. ما مدى خطورة استمرار يعني استخدام ورقة الإعمار أو إعادة الإعمار، استخدامها كورقة ضغط سياسية؟ حقيقة موضوع الإعمار يعني استخدام خطاب الإعمار وخطاب استخدمته أحزاب كثيرة ونالت ما نالت من الحصص الانتخابية. وسابقا احنا رأينا في الانتخابات الأخيرة البرلمانية استخدام العديد من الأحزاب خطاب الإعمار والسيطرة على مقدرات أو بلديات أو جزء من مقدرات الدولة واستخدامها لأشخاص لصالح مرشحين تابعين لأحزاب. حقيقة هذه الأعمال هي أصلاً مخالفة قانونية، لكون أن قانون الأحزاب العراقي المشرع حقيقة هو يمنع استخدام أدوات الدولة من أجل تنفيذ مشاريع معينة ومن أجل تسييسها إلى صالح شخص معين والترويج لأشخاص آخرين. هذه الخطوات لا بد على الدولة، وإذا كانت هناك إرادة حقيقية في نينوى وفي عموم العراق لا بد على الدولة أن تقف عليها حقيقة. تمام. طيب سيد مصعب، لكي نستفيد من الوقت إذا سمحت لي نستفيد من الوقت أكثر، يعني بالتطرق إلى أوضاع المسيحيين في نينوى، لماذا تعطى كميليشيا بابليون هذا النفوذ الكبير للاستحواذ على أملاك وكنائس المسيحيين؟ بداية موضوع المسيحيين أو موضوع سهل نينوى والمناطق في سهل نينوى هو موضوع مهم جدا لابد من تسليط الضوء عليه. نينوى وسهل نينوى حقيقة يعاني ما يعاني من مجازر ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الأخوة المسيحيين والشركاء في هذه الأرض. أيضا هذا الملف اليوم يعد شائكا في بعض الجوانب لكون هناك قوة
قوى رسمية تابعة إلى هيئة الحشد الشعبي مسيطرة على هذا على سهل نينوى. اليوم هناك خلافات عصفت بمناطق سهل نينوى، هناك أزمات متكررة في سهل نينوى. الإرادة الحقيقية من السكان حقيقة هي ضعيفة جدا، لكون اليوم القوى المسيطرة في الساحة السياسية والساحة وحتى عسكريا هي بعيدة عن الخطاب المعتدل والخطاب الوطني. فلذلك هناك نفور أو تقاطع نوعا ما ما بين سكان سهل نينوى وما بين القوى الماسكة على شرط أن الاتفاق في بعض من النقاط أو التفاهم في بعض من النقاط التي ممكن أنه يتضامنون هم مثلا. نعم. في حال وجود اعتداء من قبل تنظيم داعش الإرهابي هم يكونون في خندق واحد، لكن هناك أيضا نقاط هم يختلفون فيها، وهذا الاختلاف هي ظاهرة صحية. بالتالي أيضا هو الاختلاف ظاهرة صحية ما بين الأفراد لكونهم شعب مختلف. شكرا سيد مصعب. من صلاح الدين المحامي والناشط الحقوقي السيد مصعب الناصري، شكرا لك.